احتجاجية لأطباء الدقهلية احتجاجا على ترحيل ثلاثة من الأطباء بتهمة التهرب الضريبي، وهم رفعوا شعارات الكلبشات للأطباء. يعني طبعا خلونا واحنا بنناقش القضية نعم لإعمال القانون، مفيش حد فوق القانون لأنه طبيب يعني، لكن كمان تعالوا نسمعهم نشوف ايه المشكلة. أظهر عدد من الأطباء بنقابة أطباء الدقهلية محتجين على ما تم منذ عدة أيام من القبض على ثلاثة أطباء وترحيلهم بتهمة التهرب الضريبي، رغم أن عمرهم يتجاوز 60 عاما. هم كانوا 3 أطباء، فهم 2 سنهم تجاوز 67 سنة، أحدهم اتكلم مع حضرتك، والأخير كان 60 سنة. النيابة طلبتهم بشكل ودي، فوجئنا بقرار إن الطبيب الأول خلاء سبيله ب50,000 جنيه كفالة، التاني خلاء سبيله ب20,000 جنيه كفالة، التالت 15,000 جنيه كفالة. طبعا كانت مفاجأة، احنا ما كان بإيدنا ان احنا نصاع لقرار النيابة. سجل مختلف تماما عن الواقع، تلاقي دكتور ما بيشتغلش خالص وطالع له 130 ولادة ولا 200 ولادة في السنة يحاسب عليهم ضريبيا، ودكتور تاني بيشتغل ليل ونهار وتيجي تدور تلاقي طلع له ايه؟ مفيش طالع عليه حاجه في الضرايب. هي المشكله في العموم بتنقسم لقسمين، قسم يخص وزاره الماليه وطريقه المحاسبه الغير عادله اللي اتعملت، الحاجه الثانيه المعامله الغير ادميه اللي اتعاملوا بيها الاطباء الداخليه في النيابه. دول ما هماش تجار مخدرات. هو عيب كبير جدا ان دكتور يتعامل معامله المجرمين ويتاخد تهرب ضريبي ويتحط في ايده الكلبشات، ودي إهانة جدا جدا للطبيب. 67 سنة، 41 سنة خدمة، عمري ما دخلت قسم شرطة، عمري ما دخلت على نائب، عمري ما اتحط في إيدي حديد. أنا بناتي ما بقوش يناموا، خايفين إن أنا يعني إيه رايحة المكافحة، يعني إيه هيقبضوا عليا، يعني إيه عندي قضية. ومن ناحية أخرى يرى بعض المواطنين أن التعنت الضريبي مع الأطباء يعود بأثر سلبي وغير مباشر على المواطن في نهاية الأمر. لما طلبونا نروح مصلحة التهرب الضريبي ونناقشهم في الحالات وعدد الحالات وعدد الأسعار، كلنا بلا استثناء فوجئنا بعدد حالات يعني زايدة جدا عن المعدل الحالات اللي احنا بنشتغل بيه. فوجئنا بقينا ان احنا اللي احنا عملناه كله مش هيكفي الضرايب. مع حضرتك بقيت انت دلوقتي مطالب ان انت تبيع عربيتك وتبيع بيتك عشان تعرف تسدد الضرايب. الناس عايزة تدفع ضرايب، بس يعني في مغالاة لأنه بيدفع الضرايب بأثر رجعي وبتضرب في 2 غير الفوائد كمان، يعني خرب بيوت. احنا كمرضى بقى هنتبهدل، لان المستشفيات الحكوميه ما فيهاش اي خدمه، ما فيهاش اي حاجه، حتى لو احنا رايحين يطلبوا مننا كل حاجه نجيبها من بره، في نفس الوقت ما فيش نظافه زي الدكاتره زي العيادات الخارجيه. بيحاولوا يزودوا الضرايب على الدكاتره، الدكاتره ما قدامهاش حل تاني غير ان هي تزود الضرايب على المريض. دفتر يصدر من مصلحه الضرايب ارجع له بالكعب بتاعه سنويا، عليه ختم وزارة المالية، عليه علامة مائية، أقدر أنا أرجع لك بالدفتر ده في آخر سنة، بكده مش هعرف أروح ولا يمين. معنا للأطباء، بس زي ما بقول لكم إنه لا أحد فوق القانون، لكن يعني نتمنى أن يستمع المسؤولون إلى استغاثاتهم إن كان لهم حق يعني في هذا الكلام. وما رفع شعار الكلبشات للأطباء، لأن تم وضع الكلبشات في أيادي 3 أطباء وتم ترحيلهم بتهمة التهرب الضريبي.